السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعة ترند البرنس، يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. طبعا بقدم كل الشكر كل الشكر كل الشكر لكل متابعة ترند البرنس، ربنا يبارك فيهم جميعا يا رب ويحفظهم. بشكرهم على دعمهم ليا، بشكرهم على كومنتاتهم الجميلة سواء في الشات معايا في اللايف أو تحت الفيديوهات، ربنا يبارك فيكم جميعا. وان شاء الله مكملين مع بعض. اول كومنت معايا اسلام اخويا السوري، ربنا يبارك فيه ويحفظه يا رب ويبارك في عمره. السلام عليكم اختنا ام عمر، اختنا عائشه، جزاكم الله عنا كل خير واسابكم حسن الدارين ومتعكم برؤيه وجهه الكريم. شكرا جميلا لقلبكم ورضا ورضوان من الله تعالى، واستمروا ولك التوفيق باذن الله. تقدير واحترامي لكم، واحنا بنقدرك جدا يا اسلام، جزاك الله خير وشكرا ليك ولحضورك الكريم. ومعايا تاني كومنت من لا يهم لا يهمه، ده استاذ محمد اخويا الفاضل من ليبيا، بيقول السلام عليكم سيدتي الفاضله ام عمر، والسلام على السيدات الكرام على المنصه، والسلام على كل الاعضاء السيدات والساده الطيبين منورين جميعا، وما احلى النقاش سداه الود والاحترام، استمروا جزاك الله خير. كريمه بتقول احلى جزائريه واحلى مصريه، تسلمي لي يا كريمه. طبعا بتقصدني انا وعائشه، ربنا يبارك فيكم ما يحرمنيش من كومنتاتكم الجميله يا رب. جميلة الأطلس أو جميلة وان، حبيبة قلبي يا جميلة، بتقول أم عمر وعايشة على السلات إن شاء الله دايما تضلوا في العالي، تسلمي له ويسلم لحضورك يا جميلة. معايا نوعات دعاء وإسراء، بتقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. معايا كمان أختي سوريا، بتقول السلام عليكم أنا سوريا من بروكسل، منوران ومشرفان، يسلم لحضورك الراقي الجميل بجد، ربنا يحفظكم جميعا كل اللي بيحضر معايا سواء في الشات او بيشاهد الفيديوهات عندي، جزاكم الله عني خير الجزاء وربنا ما يحرمني منكم ولا من وجودكم معايا يا رب. ومعايا كومنت تاني من استاذ مراد، بيقول ربي يوفقكم ويسعدكم وينور ايامكم ويستركم وينورها عليكم ويوفقكم ويحقق لكم احلامكم ويقصر امثالكم ويجعل حياتكم كلها افراح وسعاده وهنا، امين يا رب العالمين. واياكم يا استاذ مراد، جزاك الله خير على حضورك الراقي الجميل، بيكون معانا في الشات حد محترم جدا، ربنا يحفظك يا رب. معايا مديحة بتقول السلام عليكم يا أحلى ناس، حبيبة قلبي مديحة نورتيني طبعا. كريمة بتقول جميل جدا تبادل الثقافات والآراء عبر هذه القناة، شكرا ليكي ورأيك الجميل يا كريمة اللي هو بجد وسام على صدري، وشكرا ليكي ولحضورك. معايا مهندس كمبيوتر أبو علام أخويا الغالي، مشرفني طبعا. ومعايا نسيمة بتقول السلام عليكم حبيبة قلبي عائشة وأم عمر، حطيت اللايك شكرا. يا ريت بقى نسمع كلام نسيمة، وريت تحطوا اللايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس على الكل، وتعملوا لايك وتعملوا شير للفيديو إن شاء الله عشان يوصل لأكبر عدد، عشان يتم إن شاء الله ونكمل نكمل نجاحنا معاكم بيكم وليكم بإذن الله. ومعايا كمان أم معاد بتقول السلام عليكم يا أحلى أحباب وناس طيبين، عليكم السلام حبيبة قلب أم معاد، طبعا بتشرفيني يا أم معاذ وبتشرفيني وبتنوريني طبعا في اللايف. معايا كمان أم رنيم حبيبة قلب بتقول بسلام يا أغلى الحباب، إزيك وإزاي عائشة بخير، إحنا الحمد لله جزاك الله خير يا أم رنيم على حضورك معانا وعلى كومنتاتك الجميلة. ومعايا سليمة بتقول حبيبتي يا أم عمر يا حبيبة الجزائريين، وأنا والله بموت فيكم يا جزائريين، ربنا يبارك فيكم ويحفظكم وما يحرمنيش منكم ولا من دعمكم ليا، وإن شاء الله مكملين مع بعض على طول. وكمان كانت أم رنيم بتقول كاش جديد على سمارة وأبو جبل، طبعا هم كانوا معايا في اللايف امبارح وسمعوا كل إن شاء الله الأخبار كل الأخبار بإذن الله، وما زلنا مكملين. أم رنيم بتقول كاش جديد على سمارة وأبو جبل، والله العظيم غضني مسكين الجماهير هم الذين شتموه، ولكن كرامة زي كرامة سمارة، يعني بتقول ان كرامته زي كرامة سمارة بالنسبة للجزائريين، واحنا والله كلنا شعب واحد، كلنا أمة عربية واحدة، ربنا يحفظكم جميعا. دودي بتقول السلام عليكم أم عمر واشراقي دم خفيف، أنت سيدة عظيمة، أسألك أم عمر ما معنى تنشك؟ أكيد يا دودي عرفت معانا امبارح إيه معنى تنشك، يا ريت تحطوا اللايكات قبل ما تنشكوا زي ما كانت بتسأل كده دودي. بجد يا ريت اللايكات، لان اللايك هو اللي بيرفع الفيديو بيدي بيه اهتمام لليوتيوب زي ما انتم عارفين. شكرا ثانك يو، بيقول تحيه طيبه ليكم مساء الخير منورين اليوتيوب، تحيه لي كل اللي في المباشر، شرفتنا ونورتنا ثانك يو طبعا، شرفنا حضورك ويا ريت تكمل معانا. معايا سلمى بتقول تسلمي يا ملكه، والله انت ملكه فعلا في وجودك معايا، حد محترم حد راقي، كومنتاتك راقيه جدا، جزاك الله كل خير وشكرا ليكي. زهرة النرجس بتقول لي الله يسلمك يا أم عمر، تستاهلي كل خير، تسلمي لي يا زهرة، ربنا يبارك فيكي. يا ريت نحط اللايك يا جماعة لو وصلنا لحدنا، طبعا ما ننساش نعمل لايك للفيديو.
مينا بتقول سلام عليكم يا اللي تنشكوا حبيبة قلبي، بجد بتشرفيني بحضورك وروحكم الجميلة في الشات، الهزار، الكلام الجميل بتاعكم. ربنا يبارك فيكم ويحفظكم ما يحرمنيش منكم أبدا يا رب، ولا من تواجدكم معايا ولا من دعمكم ليا. تسلموا لي سلام لحضوركم الراقي الجميل. ميمة بتقول أم عمر وحشتيني تنشك. معايا حنان بتقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي، وعلى فكرة عملت اللايك، يا ريت تسمعوا الكلام وتروحوا تعملوا اللايك عشان نكمل الفيديو مع بعض. معايا زينب للأكلات الشاي دي، ماما زينب الغالي بتقول هلا وغلا أهل الجزائر منورين جميعا، كل سنة وأنتم طيبين وبألف خير، وأنت طيبة وبخير يا ماما زينب يا غالية، ربنا يبارك فيك وفي عمرك يا رب. معايا حبيبة قلبي نانا بتقول مساء الأنوار أمي عائشة، ومساء الخير أم عمر، مساء الحب على سلفات الجميلات، ومساءكم جميل جميعا. حبيبة قلبي نانا وسارة ونوريتا وجميلة الأطلس وأريناس ما شاء الله هم كتير جدا، ربنا يبارك فيهم ويحفظهم. طبعا خايفة أنسى حد يزعل مني، كلكم جمال، كلكم فعلا بتدوا روح للشات زي الفل، ربنا يخليكم ليا يا رب. معايا مينا بتقول، أمينة بتقول مساء الخير يا أم عمر، إن شاء الله الصحة والعافية أنت وعائشة وجميع المستمعين، اللهم أمين. حبيبة قلبي أمينة، ربنا يبارك فيك وفي عمرك ويجازيك عنا خير الجزاء. ليلي بتقول لا تحاول أن تكون إنسان لا يخطئ فهذا مستحيل، بل حاول أن تكون إنسان يتعلم من أخطائه فهذا عظيم. بتوجه الكلام ده لأبو جبل والسمارة، وخصوصا أبو جبل، يا ريت نتعلم من أخطائنا ونسيب الماضي ونبص للمستقبل، إن شاء الله ربنا ييسر لهم حالهم. ريش حبيبة قلبي بترحب بكم الجنة حبيباتي، ربي يبارك فيكي حبيبة قلبي وتسلمي لي وتسلمي لحضورك الجميل. مديحة بتقول أم عمر رجعت نتكلم بالمصري، تعلمت منك يلي تنشك. طبعا شرف ليا يا مديحة ان انت بتكوني معايا وتعلمت مني حاجة، بجد الروح الجميلة بتبقى في الشات بتاعتكم دي، ربنا ما يحرمني منها ولا من هزاركم ولا من كلامكم الجميل ولا من دعويكم الحلوة، ربنا ما يحرمني منها أبدا. ملاك دي مليكة أختي بتقول يكسر خي أبو جبل وسمارة اللي خلانا نتعرف على أم عمر الطيبة والأم عائشة صاحبة اللسان المثقف. حبيبة قلبي يا ملاك، هي كانت اتلخبطت في كام حرف هنا وصححتهم، تسلمي لي يا غالية. مديحة بتقول أم عمر اتمتاجي الجزائر تيجي عندنا، ما تروحيش فندق نحطك على راس. حبيبة قلبي يسلم راسك ويسلم لحضوركم جميعا، بجد بجد ربنا يحفظكم وما يحرمني منكم أبدا يا رب. ومعايا ام معاذ بتقول والله كل يوم بتابعكم بنحب بضحك معاكي حبيبه قلبي يا ام معاذ، شرف ليا طبعا حضورك معايا، وريت يا رب كده نكمل مع بعض وربنا ما يحرمنيش منكم ولا متابعتكم ليا. حنان بتقول انا بسال نفسي لو ما كانتش مشكله سماره وابو جبل ما كناش اتعرفنا على الناس الطيبه دي، ربنا يلم شملهم من جديد ان شاء الله. اللهم امين يا حنان. طبعا انتوا قدمتوا نصايح كتير جدا لابو جبل والسمارة، ان شاء الله يا رب تكون توصل لهم من الفيديوهات او من الشات، ربنا يبارك فيكم ودعواتكم ما شاء الله، ربنا يحفظكم جميعا وربنا يلم شملهم على خير ان شاء الله. جوزي بتقول اخي اسلام نور الدين والله امك اعطتك دعاوى الخير لانك لقيت بناس ملاح وطيبين بالذات مثل ام عمر والاستاذة عائشة والعسل سارة وجميلة نوريتا، ما تقلق. حبيبة قلبي يا زوزو شرفتيني ونورتيني يا غالية، بجد كومنتاتك الراقية الجميلة، انت حد فعلا فعلا جميل جدا وراقي، ربنا يحفظك يا رب. أريناس بتقول أم عمر تحياتي ليك يا طيبة، ربي يحفظك. تسلمي لي يا أريناس وسلام لحضورك الجميل الراقي. أم عمر طرح مميز، جزاك الله خيرا ونفع بما طرحته هنا، وبارك بك، ألف شكر لك، سلام عليك، جزاك الله كل خير يا إسلام، شكرا لك ولمتابعتك. أم عمر بارك الله فيك وجعل ما تقدميه من موضوع في ميزان حسناتكم ويجمعنا بك والمسلمين في جنات النعيم، دمتم بخير اللهم أمين، تصبحوا على خير، جزاك الله خير يا إسلام، شكرا لك وكومنتاتك. هتكملوا بقى أنتوا كم كومنت دول، بجد ما أنتش قادرة أكمل، وتحط لايك وشير، تشتركوا في القناة، فعلوا زر الجرس على كل عشان أول إن شاء الله ما يجي خبر أو يجي إشعار باللايف عليكم معايا، وجزاكم الله كل خير والسلام عليكم.